مرحبا، اليوم مرحبا مرة جديدة محطة مدكو، بس أنا موجود هون مش تبع عبي بنزين إلا ما تشرج السيارة. السيارة هي رونو زوي، سيارة فول إلكتريك، فيها بطارية تقريبا 41 كيلو وات، بتمشينا حوالي 300 كيلومتر، وعندي طريقتين شرجها، أو بشرجها بالبيت أوفر نايت تاخذ تقريبا 8 ساعات، أو على الفاست شارجر مثل موجود هون عند مدكو بياخذ تقريبا حوالي ساعة ونص. بنفتح مطرح التشريج، بنفتح هون مطرح بشكل كيبل، نحن معنا السيارة هي أي سي موتري. بنقيها طوق بس تعمل بلينكينج، بتصير بلينك هون ال زي اي، يعني بلش السيارة تشرج، بلش عندنا هون تشارجينج كم دقيقة وكم كيلو وات. هيك بنكون شرجنا السيارة على المحطة. إذا بدكم تشرجوا السيارة ما بدكم تروحوا على المحطة، مدكو عطتنا أوبشن ثانية وحاطة عدة شارجر بعدة مولز، سو فينا نعمل شوبينج ونشرج ذات الوقت. بشوفكم.